عشان كده انا اقترح عليكي ما تيجي نعمل مكالمه تليفون نعرف منها الخلاصه. يلا بينا. طبعا هينضم لنا دلوقتي الاستاذ محمد جمال الناقد الرياضي تعليقا بقى على الموضوع ده. يعني محمد بنصبح عليك، منورنا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم محمد. قول لنا كده رايك، يمكن كنا بنتكلم عن فكره ازمه اتحاد الكوره وعدم تحديد موعد البطولات، موعد المباريات تحديدا بقى على يعني النادي الاهلي بشكل خاص. يمكن احنا عندنا تحديات كبيره جدا، خلاص احنا ايام ونبدا الموسم الجديد ولسه حتى الان لم يتم تحديد اي موعد بطولات، لسه حتى مش عارفين نظام البطوله الجديده هتكون من 4 بس هيقام مباراه واحده. يعني خلينا نعرف منك اكتر. بص زي ما بتقولي النادي الاهلي الفتره الجايه عنده استحقاقات كتيره جدا، بتكلم عن عدد كبير جدا من المباريات، عدد كبير جدا من البطولات، كمان الاتحاد الكره المصري لسه ما ارسلش ولا خطاب يخص طبعا اي مواعيد في الموسم الجديد. انت بتتكلم على بطوله الدوري هتنطلق الموسم الجاي ولسه ما زال حتى الان ما حدش عارف المواعيد بتاعه انطلاق لحد دلوقتي، مع ان الفرق كلها يعني عملت استعداد وكلنا عارفين ان لازم الفريق وهو بيعمل فتره اعداد يبقى عارف الدوري على الاقل هيبتدي امتى بحيث ان هو يبدا يستعد بشكل كويس جدا، لكن ما زال حتى الان برضه ما فيش مواعيد لبطوله الدوري. طبعا لما بنسال الناس في اتحاد الكوره بيكون الرد ان الازمه عند الاتحاد الافريقي ان هو ما ارسلش لينا لحد دلوقتي اي مواعيد تخص اي بطوله من بطولاته، ولكن من المفترض ان انا اكيد بتحصل مشاكل كبيره جدا بسبب الكاف وده خلينا برضه متفقين عليه. يعني زي مثلا بيبقى في فتره توقف دولي في الوقت الحالي لمنتخب مصر او كل المنتخبات في افريقيا ويحدد ماتش موعد السوبر الافريقي اللي هي البطوله الافريقيه ايضا يوم 15 سبتمبر ويعمل ازمه لكل الانديه. ده على الصعيد القاري يا استاذ محمد، يعني حضرتك بتتكلم فيه ده على الصعيد القاري، وهنا ممكن نقول ان الاتحاد الافريقي المفروض يبعث يعني اختراض باشياء معينه وتاخر في كده. طب محليا بقى لما بنتكلم على الدوري بتاعنا اللي كل يعني ادواته في ايدينا محليا، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في موضوع المواعيد وفي موضوع المسابقات وده خلينا واضحين فيه، عندنا مشكله كبيره جدا. يعني النادي الاهلي ما ارسل من خلال الايام اللي فاتت خطابين لاتحاد الكره المصري عشان يعرف منه الاجنده بتاعته الفتره اللي جايه. على الاقل انت كاتحاد كوره طالما انت محدد المواعيد بتاعتك بتاعت البطولات على الاقل مثلا ممكن تحط من موعد لاخر، يعني مثلا من 20 ل 30 من كذا لكذا، مش شرط انك تكون محدد له يوم معين، ممكن تكون مش عارف تحدد يوم معين بسبب لسه الكاف ما ارسلش. ولكن اتحاد الكره المصري رد على النادي الاهلي في خطاب كده كان كبير جدا بس برضه ما فيهوش مواعيد وان احنا منتظرين لسه المواعيد الخاصه بالكاف عشان نقدر ان احنا نرسل للنادي الاهلي المواعيد بتاعت الكاف بتاعت ماتشات الدوري وماتشات كمان البطولات المختلفه. عايز اقول لك كمان ان بالنسبه لبطوله السوبر المصري يمكن السوبر القديم اللي هو من مباراه واحده ده هيتلغي، يمكن كان في تفكير من فتره في ان هو يستمر ما فيش مشكله ودي مباراه واحده ولكن ما فيش توقيت خالص ليه فاتحاد الكره هيلغيه، ولكن مش عارف برضه انا لحد دلوقتي ليه التاخير من قبل اتحاد الكره المصري طالما انتوا واخدين قرار بالغائه وان هو مش موجود. اكيد طبعا برضه الناس ربطت سؤال النادي الاهلي في السوبر لانه عايز يعرف هتطبق اللوائح ولا لا في خص كل بطولات السوبر، خصوصا مثلا السنه اللي فاتت احنا شفنا بطوله السوبر سحب منها او اعتذر منها نادي الزمالك، فعايز يعرف نادي الاهلي عايز يعرف طب البطوله الجايه هيكون مين فرق المشاركه في كاس سوبر انديه الابطال، هل البطوله الربعيه دي مختلفه عن بطوله السوبر اللي هو مباراه واحده ولا لا؟ اتحاد الكوره اكد للنادي الاهلي ان دي بطوله مختلفه عن دي خالص وان السوبر خلاص بقى 4 فرق ولكن بمسمى ثاني وبلوائح ثانيه وحاجات ثانيه. كمان عجبني جدا بصراحه بيان النادي الاهلي ان هو عاوز يعرف بقى المكافئات بتاعه البطولات، عايز يعرف اللوائح بتاعه البطولات، عايز يعرف كل حاجه، ولكن للاسف ممكن يكون بيقابله عدم تحضير بشكل كبير جدا من قبل الاتحاد لحد دلوقتي بالنسبه للمكافئات بتاعه كل البطولات اللي هتبقى موجوده الموسم اللي جاي. لحد دلوقتي برضه الاتحاد الكوره ما حددش موعد مباراه الاهلي وانبك في نص نهائي كاس مصر اللي من السنه اللي فاتت، وده برضه انا بشوفه دايما عيب خطير جدا في الكره المصريه ان احنا يفضل لسه عندنا ماتشات من سنه فاتت رغم اننا ممكن كنت العب ماتش انت في ظل ضغطه الماتشات اللي لعبتها كل الماتشات اللي لعبتها دي لو كان اكمل الكاس بشكل طبيعي واخلص من بطوله الكاس في السنه اللي فاتت اللي يخليني استمر في بطوله جديده. ولكن اللي عايز اقوله لكم ان الفتره الجايه هتشهد بيانات كتير جدا، النادي الاهلي بيشتغل بشكل احترافي بيرسل بيانات بشكل احترافي، بيبقى محتاج ردود واضحه وصريحه مش بيبقى محتاج اللي هي ردود بتاعت لسه وهنشوف وهنرى والفتره الجايه الكاف هيقول لنا وهنحدد. الكلام ده كله خلاص اصبح مش في كره القدم دلوقتي، في كل حته في العالم كل فريق في الدنيا بيبقى عنده مدير فني وجهاز فني بيبقى عاوز يحضر للفتره اللي جايه بيبقى عارف وراه ايه وعليه ايه، ولكن الفتره اللي جايه اكيد صعبه جدا وهتشوفي مؤجلات كتير جدا وده اللي خلى حتى الاتحاد يفكر في تغيير شكل ونظام بطوله الدوري. اتكلمي على فتره جايه فيها تصفيات كاس عالم كمان وفيها كاس امم افريقيا في حاجات كتير جدا وعايز يلعب بالدوري من دورين بشكله الطبيعي، فده اكيد مستحيل يخلص الدوري في شهر 6 اللي جاي مستحيل. يعني انت بتتكلمي على النادي الاهلي الفتره الجايه
الست شهور اللي جايين دول مش هيكون موجود زي كل سنه يا محمد. طب خليني اسالك، بما ان دي يعني الازمه ليست الاولى من نوعها، طول الوقت كل موسم بتتكرر، يعني هي مش وليده اللحظه، وكل موسم يعني بنبقى عايزين حل ومفيش حل، انت شايف من وجهه نظرك ان الازمه دي هتستمر وهل ليها حل؟ الحل من وجهه نظرك ايه؟ لان طول الوقت احنا بنتكلم عن نفس الموضوع، فكره الازمه بتاعه المواعيد، فكره استمرار الدوري بيحصل يعني يمكن كمان لغط في المواعيد مع البطولات الاخرى، خاصه تحديدا يعني على وجه النادي الاهلي، ده دايما بيحصل معاه لانه اكتر يعني نادي محلي وافريقي بيدخل عدد كبير جدا من البطولات. ده وبعدين كمان هو بيدخل اكتر عدد بطولات، اكتر فريق بيكمل في البطولات، فدي بتحطي مشكله كبيره جدا لهنا في فريق كره مصر في حته اختيار في حته بطوله الدوري او بطوله الكاس او اي بطوله. النادي الاهلي بيكمل لفاينل دوري ابطال افريقيا، الاهلي في اخر ثلاث سنين واصل واخد البطوله مرتين. بتتكلم على اكيد الوقت بيعمل عامل فارق بشكل كبير جدا مع فريق كره، بيعمل اكيد مشكله في حته اختيار المواعيد، خاصه احنا بنتكلم في وقت ضيق جدا وعاوز ينفع 34 اسبوع. انا بشوف ان لازم الفتره الجايه يكون في قرار استثنائي الموسم اللي جاي، ولازم انا عارف ان الانديه بترفض وكل الكلام اللي بيقوله اتحاد الكره المصري، وفعلا انا شفته بعيني قبل كده الانديه تبقى عارفه ان الوضع استثنائي ولكن ترفض برضه تطالب بدورين، وبعد كده في وسط الموسم تقول لا انا ما قلتش كده، لا انا بشوف ان لازم قرار استثنائي على الجميع، ان الدوري يتلعب بنظام مختلف، يبقى في عدد ماتشات اقل، لان الفتره الجايه في كل الانديه مش النادي الاهلي بس، في عدد بطولات كبير جدا، وكمان في الهدف بالنسبه لاتحاد الكره المفروض الهدف الاول وهو منتخب مصر، فانت بتتكلم على استعدادات كتيره جدا وتوقفات كتيره جدا، بتتكلم على توقف هيكون كبير قوي في كاس امم افريقيا، بتتكلم قبليه في توقف بتاع تصفيات كاس العالم، بتتكلم بعديه في تصفيات كاس العالم في شهر مارس، فانت بتتكلم برضه وبعد كده في برضه توقف لمنتخب مصر الاولمبي عشان دوره الالعاب الاولمبيه في باريس، فانت بتتكلم على عدد كبير جدا من الماتشات، بجانب النادي الاهلي برضه هيقعد ثلاث اسابيع بسبب الدوري السوبر الافريقي، مش هيكون بيلعب بطوله الدوري، فانت هتعملي ايه في المؤجلات اللي هيكون عندك في كل البطولات المختلفه دي، بالنسبه بقى للاهلي، بالنسبه لكل حتى الفرق المشاركه في افريقيا زي بيراميدز وفيوتشر والزمالك، فانت بتتكلمي على عدد كبير جدا من الماتشات، فلازم اتحاد الكره يطلع يوضح كل الكلام ده، ويطلع يوضح الكلام ده كله بمواعيد، مش بكلام ان انا مستني الكاف، لان الكاف مش هيرسل، يعني الكاف لو كان عاوز يرسل حاجه كان يرسلها، فاحنا محتاجين رد واضح، محتاجين قرار استثنائي، والله عندنا بطوله الدوري هتبدا من كذا وتخلص في كذا، محتاجين بطوله الدوري الفتره الجايه هتبقى مثلا بشكلها الجديد بشكل من دور واحد، لو انت هتاخد قرار من ده، وانا شايف ان في مقترحات جوه الاتحاد ده، ولكن فين التطبيق لده؟ ان انت لازم تاخد قرار استثنائي الفتره الجايه، عندك 8 9 شهور هيكون فيهم عدد كبير جدا في البطولات، اكتر من 7 8 بطولات، محتاج ان انت تكون مريح الفرق، لان ما فيش فريق في العالم بيلعب كل يومين مباراه، وان انت بتطالب ان كل فريق يلعب يومين مباراه، وانك تقول لي الحل الوحيد، يعني انا شفت بعض مسؤولين اتحاد الكوره الحل الوحيد اللي طلع لحد دلوقتي بيظل ضغط في الماتشات اللي هتبقى على الانديه، ان فتره توقف اللاعب لما ياخد 3 انذارات لا هتبقى لما ياخد 4 انذارات عشان يدي فرصه للانديه كلها ان يكون عندها لعيبه، اعتقد مش ده الحل، يعني اللي هيحل ازمه الانديه بقى من اصابات ومن ايقافات ومن لعيبه هتبقى مجهده بشكل كبير جدا، لا انا شايف ان لازم حلول واضحه خلال الفتره الجايه عشان نقدر ان احنا نتخطى الموسم الجاي بشكل كويس ان شاء الله. طيب اخيرا بقى استاذ محمد، يعني انا عايز اقف عند جملتين حضرتك تفضلت بيهم في مجمل اجابتك على السؤال اللي فات، جمله منهم بتقول فيها ان الاتحاد الافريقي لو كان عايز يبعت الرد كان بعت، فسؤالي الاول لحضرتك يعني هي يعني هكذا تدار الامور؟ هو ينفع ده يكون شكل العلاقه بين الاتحاد الافريقي لكره القدم واللي حاصل معانا ده؟ يعني مش دي غريبه في حد ذاتها؟ رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك قلت برضو في ضمن كلامك ان النادي الاهلي بيشتغل بشكل احترافي، وحضرتك بالكلام ده بتقر بواقع حقيقي ملموس وكلنا شاهدين عليه، يعني فتكونش دي المشكله يا استاذ محمد ان النادي الاهلي بيشتغل بشكل احترافي في وسط اجواء عامه بيسودها شيء من العبث؟ بص ارد عليك يا استاذ كريم في الموضوع التاني، اكيد النادي الاهلي بيشتغل بشكل احترافي، بيشتغل بشكل احترافي وده باين كل للناس كلها، احنا شفنا حتى في بيان يمكن الناس بتغفله شويه الفتره اللي فاتت عن النادي الاهلي لما اتكلم في بدايه قبل بدايه الموسم، هو فتره من حوالي شهر او شهر ونص، لما اتكلم وقال انا مستني تطوير التحكيم المصري، وده حاجه ما كانتش الناس بتتكلم فيها لان ما فيش احداث وما فيش ماتشات وما فيش اي اخطاء تحكيم، ولكن النادي الاهلي طالب من بدري جدا عشان شايف ان في يعني التحكيم الفتره الجايه عنده مشاكل، فهو شايف ان لازم من دلوقتي بيحط ايده على المشكلة اللي هتواجه كل الفرق وتواجه النادي الاهلي اكيد في الموسم الجديد، فده انا بشوف ان ده شكل احتراف انك انت بترسل لاتحاد الكره المصري انك بتقول له على المشاكل اللي انا شايفها موجوده الفتره الجايه، عايزين حلول ليها وعايزين خطط واضحه ليها، وده انا بشوفه شيء احترافي بشكل كبير جدا، اكيد بيواجه ده ان انت النادي الاهلي ما بيلاقيش الرد المناسب، ما بيلاقيش رد، يعني اعتقد ان الكولر دلوقتي قاعد مستني ان هو يعرف الماتشات اللي جايه امتى، محتاج يعرف موعد الدوري امتى، هيلاعب مين في اول 5 6 جولات، هيعمل ايه بحيث انه يرفع الحمل البدني ولا يقلل الحمل البدني، حاجات كتير جدا وشغل كتير جدا بما متوقف على رد اتحاد الكره اللي ما بيجيش وافي ويعني شايف كده بكل التفاصيل. بالنسبه للسؤال الثاني، اعتقد ان الفتره اللي فاتت
بصراحه كان في مشاكل كتيره جدا في حته المواعيد بين الكاف. انا بشوفها بصراحه وبحمل دي بصراحه بحمل فيها برضه كاف مسؤوليه. بقى عارفين لحد دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك ان لحد اللحظه اللي بكلمك فيها اتحاد الكوره ارسل اكثر من 3 خطابات للكاف عشان يعرف مواعيد ماتشين منتخب مصر في تصفيات كاس العالم في شهر 11 قدام جيبوتي واثيوبيا ولسه ما تمش رد عليه. قبلها برضه في مباراتين ملاوي لو حضرتك تفتكر كان برضه نفس الكلام ومفيش ردود علينا. فانت بتتكلم على عدد كبير قوي للمواعيد اللي ما بنسمعش عنها وما بناخدش ما بنعرفش ناخد قرار فيها بسبب طبعا ان مفيش مواعيد واضحه من الكاف اللي احنا نشوفه. فانا بشوف ان لازم الاتحاد الافريقي برضه يعني يحاول على قد ما يقدر ان هو يرسم مواعيد يورينا مواعيد يعرف نعرف منه التفاصيل اللي جايه تبقى ماشيه ازاي لان برضه بتبقى دي مشكله كبيره جدا بتواجه الكره المصريه. نرجو الحقيقه ان الازمه دي يتم حلها قريب. نشكرك جدا استاذ محمد جمال الناقد الرياضي.